مرحبا بكم. منذ حوالي 4 أشهر أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباء وجامحة عالمية. حينها أصبح المرض خطيرا ومنتشرا، وبعض الدول كانت تحاول التخلص منه ومواجهته في بداية انتشاره. البعض الآخر بدأ في التماشي معه، حتى أن الأعداد بدأت تتزايد بطريقة مخيفة، سواء في أعداد المصابين أو أعداد الوفيات. وحتى لحظة إعداد هذه الحلقة وصل عدد المصابين بهذا المرض إلى 14 مليون مريض وحوالي 600 ألف حالة وفاة، حتى أن عدد الدول التي تأثرت بهذا الفيروس بلغ عددهم حوالي 216 دولة. حتى أن الدولة كانت تحاول أن تكثف أغلب جهودها حتى تتمكن من السيطرة على الموقف، كما أن بعض الدول تمكنت من السيطرة على المرض تماما وتجاوزتها قبل الوصول إلى مرحلة الذروة. هذه الدول هي من سنتعرف عليهم اليوم. ولكن أولا مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. الصين. تمكنت الصين وشعبها من التغلب على هذا الفيروس الخطير بعدما أصبح شعبها أكثر وعيا ودراية بخطورته وأنه ليس كنزلة البرد المعتادة. كان الأمر في البداية بمثابة كارثة، لأن عدد السكان في الصين وصل إلى 1.44 مليار نسمة. هذا يعني أن سرعة انتشار الفيروس ستكون مخيفة وستصل إلى ذروتها في أسرع وقت ممكن. ولكن حينما نقارن عدد السكان في الصين بعدد السكان في الولايات المتحدة، وحينما نقارن عدد الإصابات والوفيات في الصين بعدد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، سوف نجد أن الصين تفوقت على أمريكا في التصدي لفيروس كورونا. جزر البهاما. في الأول من يوليو قامت الجهة المسؤولة في هذه المدينة بإعادة فتح السياحة بها من جديد، وخاصة أن كافة التحاليل كانت سلبية، وهذا ما جعلهم يدركون أنهم تمكنوا من تجاوز خطورة الفيروس وفترة الذروة، كما أنها تمكنت من فرض بعض الشروط والقواعد التي تمكن أي شخص من الدخول للبلدة حتى لا ينتشر الفيروس من جديد، وحتى تكون قادرة على انتعاش السياحة والحفاظ على المستوى الاقتصادي قبل أن ينهار مثل باقي البلاد. استمر الوضع حتى يوم 15 يوليو، واتضح أن البلدة قادرة على السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره. هذا ما يعني أنها تمكنت من التغلب على هذا المرض. ترينيداد أند توباغو. تمكنت مثل باقي البلاد من السيطرة على الفيروس في أولى مراحله، هذا ما جعلها تتمكن من الحد من انتشاره، حيث وصل عدد المصابين إلى 133 مصاب و8 حالات وفيات و117 معافى، وتم تسجيل أول حالة في 12 من مارس من عام 2020، واتضح أنها كانت قادمة من إحدى المراكب السياحية التي كانت تحمل بعضا من المرضى الحاملين لهذا الفيروس. كان على متن القارب 69 شخص، واتضح أن 40 شخصا كان حاملا لهذا الفيروس، ونتج عنه بداية انتشار المرض في هذه البلدة. وحينها تم اتباع نظام الحماية والتباعد الاجتماعي للحرص على حياة المواطنين بالكامل والحد من انتشار الفيروس. ومنذ هذه اللحظة بدأ العدد يزداد، ولكن بمعدل بسيط، حيث أنه كان كل 3 أيام تظهر حالة واحدة فقط. كمبوديا. وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 141 حالة، وتعافى منها 131، لم يتوفى أي منهم حتى الآن، وهذا يدل على مدى الوعي الذي يعيشون فيه. هذا ما كان يحميهم من هذه المخاطر، حتى أنهم لم يتعرضوا لأي أذى ولم يتوفى منهم أي أحد. نحن هنا نتحدث عن البلاد التي تمكنت من السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره، ولا نتحدث عن البلاد التي يوجد بها أقل أعداد الإصابة. أوروغواي. وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 965 حالة، وتعافى منها 865 حالة، وتوفي 29. الغريب أن كل هذه الحالات لم تزداد بالرغم من أنهم كانوا يفتحون الحدود للسياح والمسافرين، ولكن حينما وصل العدد إلى 965 بدأوا في غلق الحدود، وتوقفت العديد من الأنشطة كالمدارس والمقاهي، وطلبوا من الناس البقاء في المنزل، ولهذا تمكنت البلدة من التصدي لانتشار الفيروس حتى عادت الأرقام لطبيعتها. وبالفعل عادت الحياة كما كانت، حتى أن عدد الحالات المصابة أصبح 4 حالات في كل يوم فقط. أيسلندا. وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 1880 حالة، وتعافى منها 1850 حالة، وتوفي 10 أشخاص. وبالرغم من أن عددها تجاوز 1000 وقارب على 2000، إلا أنها تمكنت من التصدي لهذا المرض والحد من انتشاره.
ومنذ شهر مايو انخفضت الأعداد بمعدلة كبيرة حتى أنها أصبحت أقل عما كانت عليه بكثير، واتضح أنهم تمكنوا من تجاوز هذه الأزمة، حتى أن السكان لم يعد واجب عليهم ارتداء الأقنعة ولا حتى الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ولكن لو كنت ستزور أي شخص يجب أن تخضع للاختبار الإلزامي لاختبار صحتك، ولو كانت نتيجتك إيجابية وتحمل الفيروس فعليك أن تحجز نفسك لمدة 14 يوم، ولو كانت سلبية فيمكنك التصرف بطريقة طبيعية. هذا أمر مدهش أن تتمكن البلدة بعد ارتفاع هذه الأعداد المهولة من النجاة بعد ذلك من هذا الفيروس الخطير دون حتى العديد من الوفيات مقارنة بباقي الدول. لذا فيجب على كل دولة أن تتعلم من هذا الشيء حتى يتمكن العالم بالكامل من تجاوز هذا الفيروس والحد من انتشاره. تايلاند، وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 32 حالة، واتضح أن المصابين كانوا يأتون من ووهان ومن الصين. هذا ما ساهم في نقل الفيروس إلى تايلاند. وفي فبراير وصلت الأعداد إلى 42 حالة، ولكن في شهر مارس تضاعفت الأزمة حتى أن الأعداد كانت 188 حالة في اليوم الواحد، حينها أوصت الحكومة شعبها بضرورة البقاء في المنزل حتى لا يختلط الناس ببعضهم البعض وينتشر الفيروس، ولهذا قاموا بغلق البلدة حتى يمنعوا السياحة والانتشار. وفي شهر مايو أعادوا افتتاح البلدة من جديد، وهذا ما جعل الأعداد تكون في مستوى معين ومحدود، حتى أن الأشخاص أصبحوا في حالة جيدة، وهذا أدى للحد من الفيروس وتمكنوا من تجاوز الأزمة والتعايش معها بصورة سليمة دون أي زيادة في عدد حالات الإصابة. تونس، منذ بداية أزمة فيروس كورونا وكانت تونس من أقل الدول تسجيلا للإصابات، وذلك يعود بفضل التدابير التي اتخذتها في وقت مبكر. فقد ذكر أحد أعضاء لجنة مكافحة الفيروس في تونس أنه تمت السيطرة على الوباء في البلاد مع أقل معدل للإصابات اليومية، والتي تتراوح ما بين 5 إلى 10 إصابات يوميا، وإجمالي إصابات يبلغ 1327 إصابة. النرويج، في منتصف شهر مارس تمكنوا من غلق البلدة بالكامل حتى تجاوزوا الأزمة، ووصل عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 8950 حالة، وتعافى منها 8138 حالة، وتوفي 251 حالة. والآن عدد الحالات اليومية لا يتجاوز 10 حالات، مما يعني أنهم أصبحوا قادرين على السيطرة على الموقف بعد الزيادة الكبيرة في الأعداد، والتي كانت نذير شؤم وخطر لهم، كما أنهم اهتموا كثيرا بالحجر الصحي لكافة الأشخاص حتى يتمكنوا من حد انتشار الفيروس. ولولا أنهم تمكنوا من غلق المدينة بالكامل وطبقوا وسائل التباعد والوعي لما كانوا قد تمكنوا من تجاوز هذه الأزمة، ولكانت الأعداد قد انتشرت بطريقة أكبر مما كانت عليها. فيتنام، حتى الآن تسجل فيتنام 0 حالة وفاة من فيروس كورونا، بالرغم من أنها على حدود الصين، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على شعبها من هذا المرض ومن تزايد وتفاقم أعداد حالات الإصابة، حيث أنه ليس من الضروري أنك لو كنت جارا لأي دولة أن تتأثر بها وتتأثر بالمشاكل التي تمر بها. هذا ما حدث في فيتنام، حيث أن الصين كانت بؤرة انتشار هذا المرض، وهذا ما أدى لانتشاره للعالم كله. ولكن بالرغم من أن فيتنام تجاور الصين لم تزداد الأعداد أبدا ولم تسجل أي حالة وفاة، والسبب هو زيادة الوعي والقدرة على استيعاب الموقف وكيفية التعامل والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث أن كل هذه الأشياء هي أهم الأشياء التي من الضرورية اتباعها للحفاظ على حياتك وعلى صحتك من الهلاك ومن الإصابة بالفيروس. وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 390 حالة، وتعافى منها 341 حالة، وتوفي 0 من الأشخاص. نيوزيلندا، تعتبر الدولة الوحيدة التي مر عليها 17 يوم دون تسجيل أي حالة إصابة جديدة، كما أن آخر شخص كان مصابا بالفيروس تمكن من التعافي منه بصورة كاملة. انتشرت بعض التقارير التي قالت أن الفيروس على وشك الانتشار مرة أخرى من جديد، ولكن بالرغم من ذلك لم يتم تسجيل أي حالة جديدة بالفعل، مما يعني أنه انتصار عظيم على هذا المرض. وما فعلته هذه الدولة هي أنها قامت بمنع المخالطة وقامت بغلق كافة الأماكن التي تسمح للناس بالاختلاط، كما أنها لم تمنع السفر بل كانت تضع كل شخص في الحجر الصحي لمدة 14 يوم حتى تتأكد من تعافيه بالكامل، ومن ثم يمكنه التحرك بحرية في بلادهم.
لذا لابد من انتشار الوعي بين المواطنين والحرص على التباعد الاجتماعي. نحن هنا اليوم نقدم لكم أمثلة لدولنا مر عليها الفيروس وتمكنوا في النهاية من التغلب عليها. ولو لاحظت سترى أن كل دولة تمكنت من التغلب على الفيروس بطريقة واحدة، ألا وهي التباعد الاجتماعي والحرص على نشر الوعي والنظافة وارتداء الكمامة وكذلك الحد من الاختلاط. هذا ما مكنهم بالفعل من تجاوز هذه الأزمة، وهذا ما يجب أن تعرفه باقي الدول حتى يتمكنون أيضا من تجاوز هذه الأزمة وبالتالي يقل وينعدم وينحسر بالكامل من العالم. هل لديك أي نصائح يمكننا اتباعها للحد من انتشار هذا الفيروس؟ أخبرونا بذلك في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.